محمد مدحت عازف الكمان في فرقه عمرو دياب، دايما عمرو دياب بيديله الفرصه ان هو يقدم صلوهات للجمهور، ودايما فخور انه بيقدمه للجمهور باعتباره عضو من اعضاء فرقته. معانا على التليفون محمد مدحت عازف الكمان ومؤلف الموسيقى التصويريه وعضو في فرقه عمرو دياب، برحب بيك. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ كله تمام. واجواء الحفله كانت عامله ازاي امبارح؟ هل كنت حاسس انها تكون حفله مختلفه وجمهور مختلف عن الجمهور اللي متعودين عليه في حفلات عمرو دياب؟ والله مش عارف اقول لك ايه، بس فعلا حفله امبارح اولا الفينيو المسرح كان مهول، يعني حاجه فعلا الواحد يفتخر بيها جدا، من اضاءه لشاشات لصوت لتنظيم لكل حاجه، يعني اكنك في ايفنت، مش ايفنت عالمي، يعني الواحد فعلا كان فخور جدا جدا بالتنظيم وبشكل المسرح وبالصوت وبالاضاءه والمكان بتاع المسرح نفسه، والتنظيم كان فعلا خرافي، يعني دخول الناس وخروجها، يعني ايفنت فعلا عالمي. يعني شغلك مع الفنان عمرو دياب هل كله من خلال الحفلات ولا في تسجيلات في الاستوديو؟ انا الحمد لله بقالي تقريبا 5 سنين أو 6 سنين مع الفنان عمرو دياب، وانا يعني اتعرفت الاول طبعا في اللايف، وبعد كده بقيت اسجل معاه الاغاني، والحمد لله من ساعتها تقريبا الاغاني كلها اللي فيها وتريات او كمانجا انا الحمد لله بشتغل معاه. يعني شغلك مع الهضبة عامل ازاي؟ فكرة ان الهضبة يتبنى ناس عندها مواهب ويحرص ان هو يقدمها في حفلاته المختلفة، ويقول ان فلان ده عمل لي لحن، اسمعوا من فلان ده الجملة او السولو اللي هيعمله، ازاي ده بيتم مع عمرو دياب معاك بالتحديد؟ يعني احكي لنا عن تجربتك معاه. بصي، هو الفنان عمرو دياب يعني فنان كبير جدا، وبيحب دايما يتبنى الناس الموهوبة ويديها الكريدت بتاعها ويديها حقها ويبروزها، سواء على المسرح او سواء في شغله، يعني فعلا يعني تشجيع كبير جدا منه. يعني هو على الجانب الشخصي كمان، هو بتحس ان هو ميوزيشن، مش مجرد مغني بيطلع يغني وخلاص، لا، بيبقى موجود في كل تفاصيل الاغنيه وكل تفاصيل التسجيل، ومهتم كان الاغنيه اللي بتسجل دي اول اغنيه يعملها في حياته. فهو بالتالي بيحب جدا المزيكا جدا، هو عاشق للموسيقى، فبالتالي اي حد عنده موهبه فعلا بيشجعه وفعلا بيديله كريدت بتاعه، وفعلا بيبقى حريص على ان الشخص ده ياخد فرصة ان الناس تتعرف عليه. هو يعني مش انا بس او اذا كل اعضاء الفرقة، حتى الملحنين والمغنيين والموزعين في حفلات كتير قوي كان بيستضيفهم على المسرح ويقدمهم، وبيبقى حريص ان الناس تشوفهم وان الناس تهنيهم على اعمالهم. يعني انا بشكرك شكرا جزيلا محمد مدحت، عازف الكمان ومؤلف الموسيقى التصويريه وعضو فرقه عمرو دياب، شكرا على وجودك معانا.